صح؟ قلت بس
ما شرحتش بايدي، ما قلتلكوش فين، على انهي زاويه، على يمين ولا شمال، فوق ولا تحت، لازق ولا مش لازق فيه، صح كده؟ كانت المعلومات ناقصه. ليه بقى؟ لانه احنا كحد بيوصل، يعني انا كمرسل وانت متلقي، المفروض يبقى فيه بينا توافق. لكن تسألي طب يا مس هو المربع فين بالظبط؟ اقول لك المربع فوق ولازق في المثلث. طيب هو ده المثلث ده منفرج الزاويه ولا حد الزاويه ولا الزاويه قائمه؟ صح؟ يبقى الزاويه قائمه. طيب طب هي الدايره كانت يمين ولا شمال؟ طب الزاويه قائمه ولا فوق ولا كده؟ صح؟ الشرح هيفيدك اكتر، وخصوصا لو انا بشرح بايدي او بكتب على سبوره او بتكلم باشارات. لو شاورت انا، طب انا لو كلمتكم كلام صامت، يعني مثلا عملت ان انا حزينه او فرحانه او عملت اي اشاره بايدي وانا من غير ما اتكلم، هتوصل لكم بس هتبقى برضه ناقصه شويه. معنى كده ان انا عشان اوصل رساله يبقى في لغه جسديه، اتكلم بجسمي، وكمان اتصال لفظي، لازم اتواصل معاكم لفظيا. عشان كده بنقول ان عوامل توصيل الرساله لازم يبقى في اتصال لفظي، وده بيمثل نسبة 45%، و 55% بيبقى اتصال غير لفظي، اللي هو بقى ايه؟ اشارات والايماءات والايحاءات، ان انا بقول لك وبحاول اشاور بايدي او ارسم على حاجه. و 5% بقى اللي باقيه من 100% بتبقى البيئه المحيطه. ان المفروض يبقى فيه هدوء واحنا بنتكلم، يعني حد بيقول لك رساله عشان تسمع الموبايل بتعمل ايه؟ بتقول له شش، عايز اسمع، عشان يبقى فيه دوشه. صح ولا لا؟ تكلم حد الشبكه شويه مغروشه، هتعمل ايه؟ هتحاول يا اما تروح في مكان فيه شبكه عشان تسمع، صح؟ عشان تعرف ترد على اللي بيكلمك، او تسكت اللي حواليك عشان تسمعهم. لو انت قاعد في استاد وتسمع مكالمة مش هتسمع حاجه، او فرح بلدي مثلا اللي هو في اي مكان، هتبقى الصوت مش واصل لك، صح؟ يعني تطلع في مكان هادي عشان توصل للرساله بتاعتك، او هتبتدي بقى تشوف مكان فيه شبكه احسن تتكلم فيه. ده اللي انتوا كنتوا عاملينه شويه، الزيطه ممكن يكون حد بيسال بس مش عارف يوصل معلومه عشان يحاول يجاوب. صح؟ العالم بيرد هو صنفها، قال انه لازم يبقى فيه هدوء، يعني مش هدوء، يبقى البيئه المحيطه هتاثر في عوامل توصيل رساله. تاني حاجه زي ما قلنا اتصال لفظي، اللي هي بس 45%، 55% بس اتصال غير لفظي. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن حاجه ثانيه، احنا كنا بدانا فيها من شويه التليفون المكسور، اللعبه اللي احنا حد دخل اتكلم وقلت على نفسي انا رايحه المدرسه وكنت متاخر، وده بيمثل حاجه اسمها الشعاعات المربوطه لتدخين المخدرات. يعني ايه شعاعات مربوطه؟ واحد يوصل معلومه، يعني انت بتقول بتقول معلومه وانت مش، يعني هي مش واصله لك، صح؟ يعني انت بتروح تشوف الحد ده بيعمل حاجه دي وانت مش عارف هو بيعملها ليه. زي مثلا اللي بيشرب مخدرات عشان يعرف يذاكر، او يشرب دواء عشان يعرف يذاكر، او يروح يعمل مش عارف ايه عشان يعرف يكمل شغله. العامل مثلا في الناس، خصوصا الناس اللي بتبقى سواق عربيه نقل، سواق مش عارف ايه، بيشرب مواد معينه عشان يخليه يكمل سواقه عشان ما يحسش بالتعب وتسهره، هو متخيل ان هي تسهره. تمام؟ الطالب اللي بياخد برشام عشان الصداع اللي عنده عشان يعرف يكمل سهر عشان يذاكر ثاني يوم الصبح يروح للامتحان، ده هو متخيل ان الحاجه اللي شربها هي اللي تخليه يكمل المذاكره وتخليه يكمل بنشاطه، يعني ما يعرفش ان هو لو نام الفتره دي هيبقى بالنسبه له احسن بكتير من ان هو يذاكر في وقت محتاج فيه اصلا جسمه للراحه. صح ولا لا؟ صح. يعني كلكم تقريبا اولى وثانيه، في حد في ثالثه؟ لا. طب بتذاكروا ده بعض؟ يعني انت عن نفسك بتذاكر امتى؟ لا علينا. في بعض الطلبه بيحبوا يذاكروا مثلا فتره اللي هي الهدوء، الليل لو حابب يذاكر حضرتك، صح؟ بعد الفجر. هو لطيف انك على فكره انك تنام بدري تصحى بعد الفجر تذاكر. بعد العصر. ده صح على فكره. انسى بقى فتره المذاكره. مخك بيبقى طول الليل محتاج للراحه. والفترة دي ربنا قال هو ايه؟ كلنا فينا مسلمين وفينا مسيحيين. ولعل الليل يباشر والنهار معاشر. يعني انت المفروض الليل ده للنوم للراحة، مش انك تبقى تاخد مادة تخليك تقعد تذاكر الصبح. صح ولا لا؟ كمان في حاجة تاني، اللي بيشربوا الحاجات اللي هي انتشرت الفترة الأخيرة دي. مستور.
لا ما هو ده والله. حد عنده معلومات ليه الناس بتشرب اصلا مخدرات؟ خلوهم ينسوا الحياه ممكن. خلوهم ينسوا الفايده. طب واحد واحد. التسديد بتاعتك هتتكسر. لا نسمع